السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر أو خبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. بس في البداية ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وتعالوا معنا على الخبر. السم على الأناناس، تفاصيل مصرع طالبة الثانوي في كفر الشيخ. خبر المعانا بيقول: صرح المستشار معتز العوضي رئيس نيابة مركز كفر الشيخ والرياض تحت إشراف مستشار أشرف علي ربيع المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية بدفن جثة الطالبة بالمرحلة الثانوية تقيم بمركز الرياض، وذلك عقب الانتهاء من عملية التشريح جثتها بعد وفاتها متأثرة بإصابتها بالتسمم نتيجة تناول مادة سامة. البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الرياض إشارة من قسم أول شرطة كفر الشيخ حول تلقي القسم إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام بوصول ميم عين صاد شين 16 سنة طالبة وتقيم بمركز الرياض مصابة بالتسمم بادعاء تناولها مادة مجهولة. لم تفلح محاولات الأطباء في إنقاذها، توفيت متأثرة بإصابتها بالتسمم. وبسؤال والدها عبد المجيد صاد عين شين 43 سنة حاصل على دبلوم تجاري ويقيم بمركز الرياض، قرر ان ابنته تناولت قطعة من فاكهة الاناناس وايدها ملوثة من ناتج حبة حفظ الغلال السامة اثناء وضعها الحبة السامة في حبوب الفول لحفظها من التسوس في بيتهم يعني، ولم تنتهي من تنظيف ايدها كويس من اصل المادة السامة واكلت على طول قطعة الاناناس مما ادى الى تسممها ووفاتها متأثرة بذلك، ولا يتهم احد بالتسبب في وفاتها. وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها افاد بانه لا يوجد اي اثار لاصابات في جميع انحاء الجسد ولم يجزم بسبب وفاتها. ووفق ما جاء في تهيئة النيابة تبين من تقرير الطب الشرعي عقب انتهاء عملية التشريح ان سبب وفاتها تناولها مادة سامة مجهولة حبة حفظ الغلال السامة، ولا توجد شبهة جنائية في وفاتها. حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم. إلى اللقاء في خبر جديد إن شاء الله من أخبار قناة عبير عامر، وبرضو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتشيروا الفيديو، وما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وإلى اللقاء.